فريق رد على الإرهاب في المرحلة الثانية. طبعا المرحلة الأولى كانت في صحراء وبادية دير الزور، المرحلة الثانية كانت على ربط نهر الفرات في أفريقيا الشرقية. تأتي هذه العملية عملية رد على الإرهاب بناء على مناشدة أهالي وأوجاع عشائر دير الزور لتخليص المنطقة. تشترك في هذه العملية طبعا في هذه العملية قوات مجلس دير الزور عسكري بالاشتراك مع قوى الأمن الداخلي في قوات الكومندوس وقوات وحدات حماية المرأة. طبعا هذه العملية ليست محدودة، لن تكون الأخيرة ولن تكون محدودة، سيكون هناك مراحل فيما بعد لحتى تخليص ريف دير الزور الشرقي ودير الزور كامل من خلايا ورجس إرهاب داعش الإرهابي.